أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن